خليني اقول لحضركم ان محمد مصالح ميدو جمع ثلاث صفات لو في اي مدرب الحقيقه يكسب كل البطولات: اللعيبه بتحبه، خاف منه، وتحترمه. الثلاثه بجانب الناحيه الفنيه العاليه بيتهيألي صعب جدا تلاقي اي مدير فني يخسر بطوله. مانويل جوزيه كان عنده الثلاث صفات دي، وكان بالاضافه لكده طبعا فنياته العاليه، فخد بطولات كتيره جدا جدا. عايز اقول لكم ان في لعيبه كتيره بتيجي النادي الاهلي عشان خاطر محمد مصالح ميدو. طب خليني احكي لكم موقف، يعني المفروض ما اقولش الكلام ده بس انا هقوله لحضراتكم لان انا ما بخبيش حاجه عنكم خالص. اولا كابتن محمد مصالح ميدو بعد البطوله كانت يوم الاربعاء، طبعا القنوات قالت له تعالى خليك معانا، تعالى معانا اطلع، طبعا راجل يعني نجم وبطل وكسب ثلاث بطولات وكل القنوات طبعا بتتهافت انه يطلع معاه. فالحقيقه احنا كلمنا كابتن محمد مصالح ميدو وهو مشكورا، يعني الراجل قال لك انا اول قناه هطلع معها واول برنامج هو برنامج الابطال، قناه النادي الاهلي بيتي، لازم احتفالي يكون مع بيتي انا هنا، وبعد كده اطلع اي قناه تانية. ده مش غريب على كابتن محمد مصالح ميدو ومش غريب على ولاد النادي الاهلي، بس هو ادى مثال ونموذج طيب لكل الاهلاويه. الراجل رفض يطلع زي ما قلنا مرارا وتكرارا قناه النادي الاهلي، والترابيزه اللي انا قاعد عليها دي هي بيتنا وجزء لا يتجزأ من النادي الاهلي، كانها ترابيزه جوه النادي الاهلي. الراجل الحقيقه لما عرف ان احنا برنامجنا لحد ولينا مواعيد، الراجل اجل كل لقاءاته لبعد مواعيد الاحتفال الاساسي ليه هنا. وده لو دل يعني بيدل على شخصيه، زي ما قلت لكم احنا حبيناه، ما بالكم اللعيبه، يعني الراجل لما عمل كده احنا شكرناه والحقيقه حبيناه جدا جدا اكتر ما احنا بنحبه، لانه الراجل الحقيقه ضرب مثال جيد لايه؟ للاحتفال داخل بيته الاول. وده مش غريب عليك يا كابتن محمد مصالحي، انا بس بحكي لكم يعني مقدمه، لان الراجل ده مهما ادينا له كتير مش هنديله حقه، لانه راجل تحمل الكثير واحنا شفنا قد ايه اللعيبه بتحبه، ودخلنا وسط اللعيبه وشفنا ازاي الموضوع ماشي بالحب وماشي بالاحترام وماشي ما انت ما ينفعش لازم الثلاث صفات يبقوا فيك عشان تنجح، وكابتن محمد مصالحي ميدو الحقيقه جمع الثلاث صفات.